الإمام العباس بالمأساة بالمحفل ضرير ضرير. أتذكر كان ليلة الجمعة ويوم الجمعة كان مولد العباس ابنه 27 مال 26 عمره. هاي فرقة أفضل وجيه هذا فالطفل ضرير أبو جابه من مجلس قال أنت صفقوه وقاعدين فرحانين بمولد العباس ويقولون بعد الحوائج ها خلي شاف ابني لان كان ملجوم ملجوم. جاء ابنه غلط بالمجلس والمجلس اصلا تبدل صار بكاء وصار حاله عجيبه والله العظيم. واتذكر اللي كليله الكل دعوا وطلبوا من الله بوسيله باب الحوائج ان الطفل هذا ياخذ الشفاء. يوم الجمعة أنا جيت أمر الحسينية أطلع إلى مدينة أخرى شفت باب الحسينية ذابحين بعران ذابحين خرفان وقلت يمكن يوم المولود يوزعون حلويات. سألت شافوا قالوا الطفل اللي البارحة أبوه جابه اليوم الصبح فتح بإذن الله وجبرك قال انا مني ابن البيت هذا ابني في حادث عيونه فاضيه وهذا البلد ما رجع ولا ربي العظيم. قال اخذ هذا الطفل من بيت بس كنت متاثر كنت ليش انا مجلس العباس والناس فرحانه وخليتهم شكيل انا تجاسرت كثير وتندمت نمت بالليل والطفل بغرفته يقول الصبح كم الساعة الثمانية بالتسعة على المعمول رحت على الطفل ها وعاته يقول هاي الكتاب هاي الفردة من أبوها نار يقول وخدت الفردة الشمس صلت على وجه الطفل وإذا الطفل يقول في عيونه قلت له أبوي جنوا قال هاي الشمس تربيت أبوي فتح عيوني أشوفها أنا فمولاي بارك هذه المجالس إن شاء الله كل إحنا ناخذ حوائجنا الليلة من الله سبحانه وتعالى في وسيلة باب الحوائج إن شاء الله. أن يريد يأخذ حاجته هذيلا حتى